تتواصل الجهود المصريه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه للقطاع من اجل استقرار وامن المنطقه ويؤكد الموقف المصري على ضروره الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من ارضهم استقرار وأمن المنطقة هو الهدف الأساسي للتحركات والجهود المصرية، والتي تتواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي لإعاشة أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف نسمة يعيشون في أوضاع إنسانية كارثية في القطاع. تطورات الاوضاع على المستويين الدولي والاقليمي وخاصه التصعيد المستمر في المنطقه على خلفيه العمليات العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه تؤكد على رؤيه القاهره في ضروره وقف اطلاق النار في غزه لنزع فتيل التوتر في المنطقه وتجنب اذكاء عوامل عدم الاستقرار الاقليمي الدور المصري في ترسيخ الامن والاستقرار والتنميه في الشرق الاوسط يواصل العمل على التنسيق المشترك عالميا لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي خاصه وان دور مصر مشهود له عالميا على المسارين السياسي والانساني تطور الاوضاع في قطاع غزه يتطلب ان يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو تنفيذ القرارات الامميه وانهاء ازمه الشعب الفلسطيني في القطاع والعمل على الزام الجانب الاسرائيلي بالقوانين الدوليه والانسانيه لانفاذ المساعدات الى غزه اتساقا مع قرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده ذات الصلاه وفي هذا الاطار تستمر مصر في تحمل المسؤوليه التاريخيه والانسانيه في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الانسانيه من جميع انحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمه للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبًا والتي تمثل الاغلبيه العظمى لما يتم تقديمه من اجمالي المساعدات، مع تاكيد ضروره تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في هذا الصدد لادخال المساعدات الى غزه. الموقف المصري يؤكد على ضروره الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من ارضهم، كما ان امن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني